السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا. إتنانا دبايوا مسكاجرو على كل أهلنا وأحبابنا وين ما كنتوا بتشاهدونا داخل وخارج السودان. سعداء جدا 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 بمجلس صورة التواصل وهذه الحلقة المسائية والتواصل المسائي معكم مشاهدينا الكرام، ونحن بنطل عليكم من خلال برنامج أم درمان اليوم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، واليوم بنتكلم عن العلاقات الصينية السودانية، ولكن قبل ما نخش في التفاصيل وقبل ما نفصح عن طيف حلقة اليوم يمتد الترحاب بالعزيزة جدا نازك. مساء الخير يا نازك. مساء النور عليك. قبل ما يمتد الترحال وهو ممتد أصلا الود بيناتنا، مساء الخير على كل متابعينا في كل مكان وكل متابعين قناة الحرية والجمال وأم درمان هذا اليوم. زي ما ذكرت شاهين ده إن إحنا الليلة هننتقل إلى الصين والعلاقات الصينية السودانية. موجودة معانا داخل النجيل الجميلة وأم درمان الجميلة الباش مهندس أمينة أم محمد. مساء الخير عليك. زحنو يا أختي عزيزة علينا. إن شاء الله. نيهاو ني غان داوني تشي كده صح؟ حبيت لك كلمة نيهاو. سعداء جدا جدا بوجودك معانا باش مهندس أمينة وبزنس وومن أمينة، وتقريبا أنت دي ثاني لقاء لك وثاني وجود لك هنا في قناة أم درمان، فأنت كده بقيتي بت القناة وبت البلد. أهلا وسهلا بك. يشهدي عافية. ولا مرحبا. ولا أنا مبسوطة جيت على قناة ثانية نشوفكم كلكم ناس كويسين ونشوف ناس مشاهدين أخلينا وعساكنا كله. أنا يعني سعيدة جدا نشوفكم ثاني. ونحن سعيدين. اهلا وسهلا بك. انا سعيد باش مهندس. الان هنتكلم عن عيد مختلف. يمكن انت هنا في السودان عرفتي انه اعياد عيد الضحيه، عيد رمضان واعياد مختلفه، لكن الليله هنوري المشاهد شنو يعني عيد الربيع و200 بيبدا عيد الربيع و200 بتحتفلوا بالمناسبه دي. حقيقه عيد الربيع زي حق السودان عيد اكبر عيد شنو؟ عيد الاضحى. نفس اليوم قبل اليومين احنا بيكون ده مش كله، انت عارفين طبعا سنين احنا سنين ناشطين جدا جدا كل سنه ما شاء الله عمليه جدا جدا. لكن في لما انت الربيع قريب اليومين ده بتاخد اجازه اسبوع او 10 يوم بتمشي بيت عائله بيت حبوبه بيت جيت لازم بيجيب مع بعض بيكون مع بعض يعني. سنة ما في ناس سنة فعلا سنة ما لاقيو حاسة في ناس شعرانة في بلد السودان أو بلد الصين. أي فيعني لو في فرصة أي زو في الطريق بتمشي بتمشي بتجيب من بلدية سودانية سودانية مش سودانية في ناس شعرانة في كاتو بتمشي مدني بتمشي في الإجازات والعطلات. أحلى عوض صح؟ أي أي تو بيجي حتى السودانية بلد 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 السودان بيجي في عيد بيجي أو مش أشوف صح؟ نعم نفسه أكبر بتعملوا فيه شنو شنو الترديشنالز ميلز والحاجات فيه؟ طبعا احنا سنيده معنا احنا طبعا عيد الربيع معنا عيد السعيد صح؟ بيكون اي زو سعيد بيكون اطفال لابسه هدوم جديده دي سودانيه. بعدين احنا طبعا لون يعني لون بيكون احمر واحده شوفي ده حاسه كله احمر بيكون باحمر بيكون لون سعيد لون سعيد. طبعا ما ادري لون حاجه يعني اسلام لون ابيض واحده مختلفه شويه. ف بعدين يعني عيد عيد بيكون بيجي من ناس بيعملوا يعني طبعا لازم اكل دي سوداني محلي ايوه ايوه بيعملوا اكل مختلفه. الاكل شنو؟ بيعملوا اكل مختلفه وفي شمال او في 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 جنوب في طبعا في سنه طبعا كبير شديد في شويه مختلفه، لكن اغلب الشيء بيكون بيعملوا اكل الناس بحب تفطر فيها وحسب المكان هم بحبوا. الطبق الرئيسي اللازم يكون موجود في المائده. نحن في الصين بشمالين بحب اسمه جياوز اسمه دامبرين زي السوداني بيقولي مشي. عارفه مشي؟ لا زين ماشي ماشي سوداني او مو ماشي قولوا له ماشي اسمه سامبوكسا. سامبوكسا سامبوكسا هذا اسمه تامبرينج. هذا بتحشو بعشان جوا بيكون في حشوة شو في انواع في بملح مثل بلحوم مختلفه وجمبري اي حاجه في بالسكر يعني حسب هم يعني بحبها. طيب باش مهندس في طقوس معينه بتكون بتقوموا بها انتم خلال اليوم العيديه بتاعت الاطفال اللي بتقدموها للاطفال؟ طبعا اكيد. كلمنا شويه عن العيديه المقدمه للاطفال بيكون نوعها شنو او شكلها شنو؟ احنا اطفال في طبعا مثلا احنا اليوم السنه دي اليوم 12 يعني اسف حقيقه عيد فات 13 14 ايام اليوم 12 واحد عيد الربيع حقنا 12 اثنين فاليوم 11 اثنين يعقوب اليوم يتوفى اليوم وفى بيكون دائما حبوبه او جده بنادي حفيد او اولاد سؤال دجي دي اسمه ريت بوكيت هومباو
معاك قروش ايوه بتلاقيهم عشان انتوا كل سنه عشان ماشي كويس يا سلام تحفيز هاي تحفيز هاي كده حاجه يعني with good up يعني good wishes يعني اي موتيفيشن لا لا حاجه زي ده زي السوداني المفروض انتوا جديه صح؟ اي مش اول ايد لكن انتوا تقديمه شكلها مختلف انتوا محافظين على اللون الاحمر كرمز معين لتقديم الحاجه دي بالاضافه للهديه في ظرف برمزيه هي بالنسبه لكم انت كنت بتعني انها هي طول العمر او اشوفك في السنه الجايه متقدم نعم فطبعا في شويه يعني مختلفه شويه كده لكن حقيقه يعني انا في فرح ما كله سعيد يعني صح نعم طيب برا انتوا كجاليات ده ما في الصين انت حكيتي لنا انه ناس بتتجمع كلها في البيت الكبير برا مثلا في السودان هنا بتحتفلوا بعيد الربيع بعيد الربيع طبعا السنه دي طبعا حاس انتوا عارفين عشان كورونا انا بحكي لي زمان احنا لما تجي ايد بيجي من سيني مع بعض وسفرات السفاره الصينيه دائما هي بتعمل الاحتفال بيعزموا سيني موجودين كله موجودين ولا يحلى لك يعني ما كسمعنا وثاني يعني احنا بودو شركات صينيه مع صينيه الدنيا معامله يعني بيعزموا مع بعض بودو زياره مع بعض حتى في يعني اجازه طبعا احنا ايد لبيع انا في اجازه بيكون اسبوع او شيء يعني حسب هنا فبيكون يعني اجازه وطنيه الدوله كلها ما بيشتغل لازم حتى السفاره حسب مع كورونا فهم اجازه يعني لكن هي صينيه بتكون دائما بيزوروا مع بعض لكن للاسف عشان كورونا عشان كده الناس كلهم يعني في البيت طبعا حجازي طيب باشمهندس برضه في الصين انتم بتاخذوا اجازه اسبوعين او 15 يوم بالاضافه الى قيمه الرواتب بتكون بالنسبه للمواطنين من الحكومه لمده 3 أشهر لا بيكون هم موجودين أتو بمرتب طبعا لازم ده يستحق يعني فهمتوا؟ استحقاق للمواطن لازم لا نحن سمعنا انه بعيد عن انه المرتبات بتكون ماشيه طبعا لكن بدكم حوافز الدوله بتدي الناس حوافز لا اليوم نعم في ايد في ناس طبعا في شغل في شغل لازم موجودين فيها ايوه بس صح في مطار في مكان لازم جمالك صح؟ بيكون لابد انتم شغالين بدي حوافز كثير ما شاء الله ما بكسب حكومه طيب باشمهندس الوجه الشبه انت قعدتي في السودان كثير وبالنسبه للصين اوجه شبه بين الشعب السوداني والشعب الصيني بيتلاقوا في اي مكان انت بتحسي انهم بيشبهوا بعض نحن طبعا انا اقول انا شاه نفسيه هي سوداني حنينين زي صيني حنين والطيبات ده بتاعهم اجتماع ده يعني بعدين اي ناس يعني احنا سودان احنا سودانيين ما عشان احنا طبعا اسلام صح باحترام ماما كثير قولي جنوي كده أقدام أمو حاسة نحن سنين بود ما شاء الله احترام أجايز والدان يعني جدو شديدة زي سودان بعدين نحن بيستفيدوا يعني في كده بود زيارة زوات ده بود زي سودانية يعني كله مع بعض يعني في طبيعة كثيرة بين الصين سودان يعني شبه شديد حقيقة يعني دعوا مع الناس ده. طيب الصين اقتصاد الصيني بيقوم على شنو أساس نجاح الاقتصاد الصيني الصين الآن بقت دولة اقتصادية عظيمة جدا من أقبل الدول في العالم من ناحية التقدم الاقتصادي الاقتصاد الصيني بيقوم على شنو بتهتموا بشنو انتم طبعا ده كلام كتير طبعا احنا اساسا احنا صيني انا اقول واحد كلام واحد احنا صيني انت حكومه واحد بعدين احنا مجيبين مع بعض شوفي كورونا دي انا مش انا اقول الشكل اللي احنا صيني احنا يعني تعاون معه كيف رئيس كلام واحد نحن كله مع بعض عليك لو في اي دوله احنا وقت زمان اول ايام مش كان جابي كان مش وجد هنا في وهان شوفي احنا صيني لسه اكثر من 10,000 و40,000 صيني دكتور سيسترز ما مش على المدينه دي ما في دوله بيسوي كده حقيقه يعني ده حاجه يعني ما بعدين انت اكثر من كمليون ناس اكلوا شراب كله ما في بيجيبوا حول المدينه كله ولايه كله ادي لهم سبورت بعدين ناس كله اكثر من شنو تدري انا لك ما متذكر لكن رقم كبير ناس كبيره وقاعد البيت بس ما تملوا ده ما حيلا اي دوله مستحيل صينيين بس الدوله بتقضي صينيين بس ولا حتى الناس الما صينيين الجاليات الثانيه كله بس في مدينه كان وكان كله سبورت اي حتى طالبات سودانيين عارفين في جوا جامعه ثاني بس جوا في كوفه لكن بيجيب اكل بيجيب اي حاجه حسب هم تعليم يا ما بيكسبوا صينيين احنا لما مكفلين مع بعض احنا حتى احنا في السودان احنا بدنا نساعد صينيين كان ثاني نعم. طيب باشمهندس نتكلم عن الحيوانات وتقديس الحيوانات بالنسبه لكم انتم عندكم عيد الثور
أيوة الأعياد نتكلم عنها والقصة سريعا كده للمشاهد يعرف شنو جات من وين مناسبة القصة بتاعت الأعياد بتاعت السنة والفأر كمان. كل سنة عنده حيوانات سنة حيوانات أنا بتي مينا أتي في سنة السنة دي زعت حقها اسمه سنة بقر البرج صح؟ إنه هي مولودة مثلا في سنة أي سنة عنده حقها نعم أيوة نعم طيب بكل سنة مثلا سنة البقرة بما إنه هي حقت بيتك بتتميز بشنو؟ 12 سنة 12 سنة ما أنا سنة ما أدري بكون أنا ما حافظ بقى 12 بعرف نفسي ده أنا أنا حقي أنا كوكو مونكي أنا هنا في 68 سنة 68 أنا سنة 80 سنة سنين زين وعارفين أربعة تقولوا مانكي تقولوا تقولوا جاكو نعم يمكن تذكير بسيط لعيد الربيع نرجع نحن أو هم بيقولوا إنه ما عنده تاريخ معينة معين بيجي فيه زي رمضان عندنا هنا برضو على حسب رؤية القمر أو الأشهر القمرية أنتم بترتبوا إنه العيد ده بيجي في اليوم الفلاني بشوف العين بشوف القمر بشوف القمر بعرف اليوم إيت يشاب بعد 1000 سنة بيعرفوها سبحان الله طيب انتوا بتتشابهوا بالعلاقات السودانية برضه احنا من ثقافتنا انه احنا نشوف الهلال بعيننا حتى نصوم رمضان يمكن حاجة دي شبيهة لنا احنا لا ده شبه شديد يعني احنا بنشوف في تعليقها مش حاجة ميلاد كريستماس صح في تعليق حاجة احنا بنشوف القمر زي انتوا سنة الهجرية ايوه سنة ميلادية طيب نحن عارفين انه انت وراكي رحلة المفروض ما حنحاول ما نأخرك لأنه وراكي طيارة فانت عشتي في السودان 28 سنة ما شاء الله تبارك الله فشنو الأكلات اللي بقت قريبة السودانية القريبة ومحببة لقلبك حسي؟ بتعمليها ولا بس بتاكليها وبتتناوليها؟ اكله سوداني اكله سودانيه اي طبعا انا طبعا ايش سودان كتير وبعدين بحب شغل بيدي وبحب اكل يعني حالي كله لو انا عملت صحن لو ليله خلصت انا بكون مبسوطه شديد نفسك حلو معناه انا بحب في انا بحب اكل شيء طبعا انا شاميمينا انا من شنغهاي مدينه شنغهاي طبعا مدينه مينا زي بور السودان انا لبيت بالسمك طبعا معلش كده انا بحب السمك شديد بحب انا زوجي طبعا هو ما ادري انا ما بعرف اختار السمك شكل بدا مش سوق مولد جيب سمكة حية بيكون بحالك بعدين جيب انا بدي اسوي احنا اكشن بحب السمكة وبرجي من السودان بوت الحمد لله بتعمل السمك على الطريقة الصينية ولا على الطريقة السودانية؟ كيف؟ طبعا سودانية بتعرف بودي بعمل محمر الزيت بالدقيق يعني في نحن طبعا طريقة كتير بحب ستيم يعني ببوحة بودة حلوة لكن سمك إنه ما بودي نوع تاني يعني مختلفة لكن أكثر شيء بحب السمك طيب حافظة ليكي أغاني سودانية أغنية سودانية بتدندني لأنه المرة اللي فاتت أنا بتذكر كنت لما استضافك أستاذنا الكبير جمال حسن سعيد لو تتذكري استضافك ودندنتي له فيلا نورتك تاني أنا مشوشة مقطع يا أخي إن شاء الله كلمة ولا كلمتين خلاص ممكن انا ما ذكرني فنان كبير ثاني اسمه نور جيلاني طبعا يا سلام ربنا يديه الصحه والعافيه بحبك كثير والله ما شاء الله يقول لي نغني معاي صح نغني معاك يا ها اسمه حلي جوبا يا مسافر جوبا صوتك حلو ما شاء الله كمان يا مسافر جوبا يا مسافر جوبا ايه جوبا صوتها حلو انا صوتها حلو لا علي كاتو انت حافظه على زينب ام باليها خلاص بس معلش ما حافظه طيب انت كويس حافظه الريتم بتاعه وحافظه اللحن التوزيع اللحن بمناسبه اللحن يمكن الصينيين وهم متعلقين بالثقافه بتاعتنا واغانينا نحن بيعزفوا الاغاني السودانيه الحقيبه الجميله يمكن محافظين على الحاجه دي انتم وثقافتنا نحن السودانيه بدنا نقولها انتم برضه في الصين من خلال الموسيقى بتاعتنا في مشاركات في مهرجانات صينيين كثيرين بيشاركوا في المهرجانات السودانية بغناء أغاني سودانية دقيقة قبل ما نختم معها غني لنا أغنية صينية برضو صينية دفجة صينية بصوتك عشان صوتك عجبني لا أنا غني مش غني بعرف الشعر شعر شعر صيني شعر صيني اوكي يلا انا كده زمن طويل انا بدي لا لا والله بس بنفكك والله طوالي لا لا بس لا لا بس هو ضوي شوي انا عم اخ كلمتين كويس عشان كلمتين عشان متميينه عشان كل الناس معنا بيكون متميينه يعني وبقولها احسن من ليله ان شاء الله يا رب الله اسمه بسينيا انا بكلم مع سينين كله我今天我很高兴在温都曼电视台向大家向电视机前的所有的我的朋友们我的亲人们所有的我的苏丹朋友还有中国朋友们就用两句诗来表达我对你们的那个致意和祝福但愿人长久千里共婵娟
الله يا سلام يا سلام، احنا وصلتنا الترجمه من الكنترول. انا قد فهمت كلمه سودان بس، لكن انا والله العظيم نفسي جدا اتعلم اللغه فعاوزاكي توريني شنو كيف انا اقدر اتعلمها. انا عارفه انه في كلمات كثيره جدا اكثر من 500,000 كلمه صينيه او 5,000 كلمه صينيه، لا لا ما 3,000 اكثر بكثير. فالناس بتخاف، في ناس كثيرين نفسهم بيتعلموا لغه صينيه وخايفين. التعليم ما في خوف، بس انتوا اللقب انتوا عايزين تعليم بدعم بعالم. انا ذكرتني موضوع معلش، انا لقيت مرتين، لكن انا كان في معهد لغه عربيه في جامعه الفكر الاسلاميه تعلم لغه عربيه. انا لقيت في طالبه هي فرنسيه عمره 60 سنه بروف مع زوجة. لماذا تعلمت اللغة العربية؟ عمره 60 سنة. بقى مسيحيين بقى مسلم. هذا يعني قال اللغة القرآن. شكلي علمت اللغة شنو؟ العربية. اللغة العربية عشان ده تعليم صح؟ كنت في معهد اللغة الصينية في جامعة كاتوم في كونغ شو يوان معهد اللغة كونفوس صح؟ في أنا بود اليوم أنا بدي صغيرة بودي معهد عشان أتعلم اللغة الصينية. أنا ما هي صغيرة إلا أنا كنت معي في فرنسا عشان كده. لكن ده واحد بودو إلا تقعدي معاه صيدلية أستاذ أحمد عمو أحمد ما شاء الله عمره 60 سنة على ما لوسي. أقول له يا عمو أنت ليه تعلمي شنو ليه أنت ما شاء الله عمره يا ما صغيرة. وقال والله يا أمينة أنا عاجبني علاج طبيعي صينية. لو علمت اللغة الصينية عشان علمني علاج طبيعي. بل إبر أبو صيدلية هو عمره 60 سنة عشان كده تعلم ها دور الدنيا. ما في مشكله، ما في خوف، بس الرغبه. بس الرغبه. نعم نعم. شكرا جزيلا لك كثير يا امينه، والله نورتينا وشرفتينا. نعم. جدا جدا والله. عندي كلمه اخيره كنت حابه تقدميها لكل الناس. اوريدي هي بالشعر. قصيده بالشعر. يا كلمت انا كلمتك اوريدي. شكرا جزيلا لك مهندس، سعدنا كثير بنعطيك الجميله ولضيق الزمن وانت مسافره. كلكم سين ان شاء الله. وبدو مهمش الناس تلفزيون جدا تلفزيون السوداني احلي كله كله تابين كله أسمي يعني tomorrow is better مش بكرة أسمي ليلا إن شاء الله متجمعين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، معك جزيلا لك، العافية نورتينا كثير. زايجيا زايتين باي باي. حفظ لنا كلمتين بالوقت. ذاكرت أنا الليلة كثير. خلاص طيب نطلع فاصل مشاهينينا وبعدها نرجع. خلاص خلاص. شكرا جزيلا، شرفنا بك. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا الان، وما زالت حلقتنا المسائيه وتجوالنا المسائي متواصل معاكم. وصوره الغلاف زي ما شفنا قبل شويه مع ضيفتنا بتتكلم عن طبيعه العلاقات الصينيه السودانيه، وانه هي قد شنو هي علاقه وطيده ومتينه بين البلدين، باعتبار انه كان في طريق تجاري وما زال في طريق تجاري قوي جدا جدا بين الصين والسودان، والعلاقات اللي بتجمع البلدين هي علاقات أزلية. وطبعا الصين تعتبر هي أكبر شريك تجاري للسودان، وتستورد الصين من السودان النفط، وتستورد من السودان وتستورد السودان من الصين منتجات منخفضة الأسعار كالأسلحة، ويتمتع البلدان بعلاقات قوية في المجال الدبلوماسي والتجارة الاقتصادية والاستراتيجيات السياسية. وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الرابع من يناير من العام 59، وتوثقت بقوة وأصبحتا حليفتين على الصعيد العالمي. نعم يا شاهندة، وتعتبر الصين أكبر مستثمر أجنبي في السودان، كما أن استثماراتها هناك هي الأكبر على صعيد أفريقيا، فيما يحتل السودان المركز الثالث على صعيد القارة الأفريقية كأكبر شريك تجاري للصين بعد أنغولا وجنوب أفريقيا. كده دي العلاقات السودانية، ونحن كان بدينا بالباش مهندس، ولسه تمتد العلاقات يا شاهندة السودانية الصينية والإمدادات الصينية، ودائما
ناعمه هي الصين للسودان في الازمات. يمكن ابسط حاجه كان اللقاح بتاع كورونا في الفتره اللي فاتت، يمكن هي كانت شريك اصيل لسه محافظه على علاقاتها مع السودان مع تدهور المشكلات السياسيه تحديدا. صح. وفي كثير من الدول ما بتجيب معانا، لكن الصين كانت ولا تظل داعمه بالنسبه لنا. صحيح. نعم. رغم انه في يعني السودان بدا ينفتح على عدد من الدول ودخلت عدد من الدول على خط العلاقات السودانيه، وبتحاول انه هي تنشئ علاقات جيئه، علاقات في مختلف الاصعده. نعم. تحسين العلاقات الدبلوماسيه مع السودان، تحسين العلاقات التجاريه مع السودان، ولكن مع ذلك يعني نحسب انه العلاقات السودانيه الصينيه ان كانت دبلوماسيه ان كانت تجاريه ما حتتاثر بدخول دول ثانيه على خط العلاقات. نعم. مع الصين، وستظل الصين هي دولة داعمة، والسودان أكيد ما حيتخلى عن علاقته بالصين ولا حتتخلى الصين عن علاقته بالسودان، والصين عندها أفضال كثيرة جداً على السودان. نعم. صحيح. نعم. أكيد يا شاهين، ده كلامي حقيقي، وبنتمنى كمان إحنا تظل جسر التواصل مع دولة الصين الشقيقة رغم بعد المسافة، لكن يظل التقارب الروحي. ناس كثيرين بتأثروا باللغة السودانية بالنسبة لنا. نحن نطلع نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. إذا نشوف مقاطع مشاهدينا الكرام مصورة في اللحظات التالية، وبعدها نرجع نتواصل. السلام عليكم، أنا طالبة في كلية اللغة العربية بجامعة يانجو. قد درست اللغة العربية سنة ونصفا تقريبا. أثناء هذه الفترة من الدراسة أدركت تدريجيا أن اللغة هي جسر بين الصين والخليج. كلما تكلمت نفس لغتي مع أصدقائي العرب شعرت بسعادة وسحر. إن اللغة تربطنا وتمكننا من التعرف والتفاهم. أتذكر المرة الأولى التي أخذت فيها المحاضرة لأستاذي السوداني المحترم عمر، وهي أيضا المرة الأولى التي تعرفت فيها على الشعب السوداني والثقافة العربية. لذلك لدي عاطفة خاصة تجاه السودان. خلال السنوات الماضية لقد تعرفت على كثير من السودانيين، كل منهم كرام، وأشكر اللغة العربية على منحي فرصة للقاء هؤلاء الناس المحبوبين. الجدير بذكر أن ذات مرة حضرت أحد النشاطات في الجامعة حيث رأيت رجلا أسمر البشرة يبدو أنه سوداني. لقد بدأت لتوي في تعلم اللغة العربية في ذلك الوقت، لذا أنا حريصة جدا على مقابلة الأصدقاء العرب. فقلت بصوت عالي السلام عليكم، رد علي في الحال هو الشعب العربية حقا. دخلت عليه وحاولت أن أتحدث معه. عرفت من المحادثة أنه من السودان. رغم أن لغتي ليس بطلاقة ولا أفهمه جيد، تكلم معي بصبر وحماسة. تبادلنا معلومات الاتصال، وفيما بعد دائما ما نتجاذب أطراف الحديث على الإنترنت. يعرفني بأهوال السودان ويساعدني على دراسة اللغات العربية كثير. يشرفني أن أكون صديقة للسودانيين. إن السودان بلد جميل، وكذلك إن الشعب السوداني شعب جميل. أعتقد أن الصداقة بيني وبين الشعب السوداني هي مثال صغير لصداقة بين الصين والسودان. بدأت العلاقات الصينية السودانية في تاريخ مبكر. في أيام وزارة مين هناك رحلات سبعة التي قام بها البحار الصيني جنه على رأس الأسطول إلى المحيط الهندي. قدم بها مساهمات جليلة في تنمية العلاقات الأودية بين الشعب الصيني والشعب السوداني. أقامت الصين والسودان علاقات دبلوماسية في عام 1959. طيلة نصف قرن دور الجانبان تعاونا عميقا، ودخلت هذه التبادلات الثنائية ودية مرحلة جديدة من التطور الشامل بعد تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح. اليوم أصبح السودان ثالث أكبر شريك تجاري للصين في إفريقيا. في لحظة حاسمة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، الصين والسودان
يتحدان ويتعاونان، وذلك سيساعد الجانبين على التغلب على الوباء وعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية بأسرع وقت ممكن إلى طبيعتها. أنا على ثقتي أن الصداقة بين الصين والسودان ستستمر في المستقبل، وهذه الصداقة لا توجد على المستوى الوطني فقط بل أيضا على مستوى كل فرد. ولا شك أننا نحن المتعلمين للغة العربية سنلعب دورا مهما في تنمية العلاقات بين الجانبين. نحن الآن جسور صغير في المدرسة، وسنصبح جسور كبير في المستقبل. ورجعنا من تاني مشاهدينا في كل مكان، وتعرفنا على تقارير من أشخاص عندهم علاقة بالسودان وبيتكلموا عن السودان بصورة جميلة جدا، ونحن بنحيي الشعب الصيني. ولا زالت الحلقة مستمرة على هذا النهج، الصين ودولة الصين العظيمة. نعم، وما زلنا في حضرة الصين وما زال الصين في حضرتنا، ولكن المرة دي حنتعرف على الصين بعيون سودانية، وحنتعرف على الاتحاد العام فحيا نازل. نعم. الاتحاد العام لخريجين المعاهد والجامعات الصينية، وفي معيتنا داخل استوديو أم درمان اليوم، وفي الاستوديو الخارجي طبعا الأستاذ عبد الدائم محمد صالح، هو الأمين المالي للاتحاد العام لخريجي المعاهد والجامعات الصينية. وأهلا وسهلا بك ونورتنا. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله، وأنا شاكر ومقدر للاستضافة في قناة أم درمان فضائية، وسعيد جدا أن أكون معكم، والواحد يعني يدي فكرة عن الاتحاد العام للطلاب خريجي المعاهد الجامعات الصينية. نعم. طيب دكتور، نتكلم عن فكرة الاتحاد، ومن وين جاتكم فكرة أنه تعملوا اتحاد الجامعات والمعاهد الصينية؟ طبعا يعني الاتحاد الفكرة جاءت يعني يمكن في العام 2019، ولكن الطلاب السودانيين يعني بدوا يمشوا الصين من بدري جدا، يمكن من السبعينات، يعني بداية السبعينات الطلاب مشوا الصين حتى زمن البعثات وكده يعني. وبالتالي خلال الفترة اللي فاتت دي يعني السبعينات الثمانينات والتسعينات وهكذا، في خريجين كثيرين جدا جدا، والخريجين ديل يعني خريجين نوعيين، كلهم كانوا بيمشوا، في ناس كانوا بيمشوا على مستوى البكالوريوس، وفي ناس كانوا بيمشوا على مستوى الدراسات العليا. في بروتوكولات تعاون برضو كانت بتخلي يودوا يعني مبعوثين من الجامعات السودانية على أساس إنهم يمشوا يحضروا الماجستير والدكتوراه وهكذا. وبالتالي خلال الفترة اللي فاتت دي يعني تخرجوا ناس كتار جدا جدا من الصين، وفي تخصصات متنوعة، منها مثلا يعني في الهندسة وفي الزراعة وفي الطب، في تخصصات متنوعة يعني. ونحن طبعا يعني نحن تخرجنا يمكن قريب يعني في خلال الست سنوات الفاتت. حصلت على الدكتوراه من هناك؟ على الدكتوراه من هناك. ولقينا انه في ناس كتار جدا قبلينا برضو تخرجوا، ويمكن خريجين نوعيين في حتى في 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 مستوى تخصصاتهم الموجوده في السودان الان. نعم. يعني حتى هم مسكوا مناصب في السودان وخارج السودان، عدد كبير جدا جدا. التخصصات اللي بتتطلبها السوق السودانيه. أيوة. صح. والمجال الاكاديمي الجامعات السودانيه برضه. نعم. في الاونه الاخيره يعني بدات توفد بعض الطلاب على اساس انه يمشوا يحضروا الدكتوراه والماجستير، فالان عدد كبير جدا من الجامعات السودانيه. نعم. فيه دكاتره واساتذه في هيئه التدريس. هم خريجين الصين يعني. نعم. ويمكن عدد كبير جدا يعني، حتى نحن عملنا احصائيه، يمكن اخونا فريد لاحقا يكلمكم عن التنوع الكبير اللي في الناس دي. اول حاجه تنوع على مستوى المؤسسات السودانيه. فيهم ناس في مؤسسات سودانيه كثيره جدا، منها الحكومي ومنها القطاع الخاص. ثاني في خريجين، احنا عملنا يعني احصائيه كبيره جدا بالحاجه دي بالارقام.
في تنوع أيضا خارج السودان، في ناس كتار منهم برضو يعني يمشوا خارج السودان ويعني يشتغلوا في مؤسسات كبيرة جدا جدا. الحاجة دي هي ده كان الموتيفيشن، يعني ده الحافز بتاعنا نحن كمجموعة من الشباب اللي إنه نؤسس هذا الاتحاد يعني. قبلينا حتى إنه لا نظلم الناس اللي قبلينا، كانت في أفكار يعني في محاولات من بعض الناس يعني، ولكنها كانت يمكن تكون في إطار ضيق يعني، أصدقاء أو كده حاولوا يعملوا حاجات زي دي، وكانت محاولات جي يعني جادة وجيدة، ولكن إحنا ما كانت موسعة وما كانت موثقة وما كانت يعني مشت لقدام يعني. نحن لما فكرنا في الموضوع ده في مجموعة في العام 2019 بدينا نجمع داتا، ويمكن ده لاحقا انا يعني هيكون ده واحد من الاهداف، انا هتكلم على الاهداف بعدين. نعم. لكن ده هيكون واحد نعم. من طيب دكتور، نتكلم عن شنو تحويل الفكره الى قيمه؟ الى شنو تحويل الفكره الى قيمه؟ دي من ضمن الحاجات اللي انتم بتسعوا بها من اساسيات الاتحاد. صحيح. نعم. صحيح صحيح. الاتحاد طبعا الان نحن عندنا ناس باحثين مش الصين تعلموا، نحن من الناس اللي تعلمنا، وكثير من الناس يعني اللي تعلموا قيم صينية وتعلمنا مهارات صينية. يمكن ما يميز الصينيين عن بقية الشعوب الثانية المهارة، يعني عندهم مهارة عالية جدا جدا، يعني ممكن الواحد يكون طالع في خشبة صغيرة كده وما يوقع يعني، وعندهم مهارة في أي شيء يعني، عندهم تركيز عالي جدا ومهارة. أيضا في مجال الأبحاث وفي مجال العلوم عندهم برضو يعني مشوا كثير جدا جدا. الآن معظم الدوريات العلمية والعالمية بتلقى الباحثين معظم الأوراق العلمية تلقى الآن النشر العلمي والأشياء زي دي كلها بتلقاها صينية، باحثين صينيين بالذات في خلال العشرين سنة الماضية يعني. نحن تعلمنا من هذه الأفكار، تعلمنا منهم أشياء كثيرة. الآن دور الاتحاد هو هذه الأفكار، هذه الأبحاث، هذه القيم اللي تعلمناها من الصينيين الآن السودان في حوجة شديدة لها، يجب أن تنقل إلى مجتمعنا السوداني، خصوصا على صعيد مسألة الاحترام الوقت والتنظيم. أفتكر الناس ديل جدا بيحترموا الوقت، جدا منظمين، ما في عندهم العشوائية، ما في لها أي مكان ولا في الدراسة ولا والمؤسسية حتى في العمل والنظام. والمؤسسية يعني أنا يعني المؤسسية دي موضوع يعني من الصينيين يحترم جدا جدا. الوقت يحترم، النظام ذاته يحترم. يعني الآن أنا دائما بقول إنه زي في قانون للحد الأدنى كده، أي زول بيمشي عليه حتى لو هو غلط لكن يصلح القانون ده لاحقا وهكذا يعني. فالنظام نظام، القانون قانون، الأمور تمشي بطريقة اللي زي ما وضعتها الأنظمة يعني. طيب ده لأنه الاحترام القانون واحترام النظام واحترام المؤسسية، هل ده راجع لأنه في عقوبات رادعة يا 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 دكتور، ولا دي حاجة تشربوها ويعني زرعت في داخلهم في المدارس؟ أيوة، هو طبعا النظام المدرسي منظم جدا جدا وبيزرع هذه القيم. أيوة. بعدين الشعب الصيني أصلا شعب ذو قيمة يعني، عندهم قيم يعني. أيوة. يحترم الكبير، يحترم الصغير، يحترم العاجز أو المعاق، يحترم كل هذه الأصناف من المجتمع. وبالتالي القيم دي موجودة عندهم، ولكن طبعا أي قاعدة قد يكون عندها شواذ، وبالتالي القانون برضو قانون قوي جدا ويمنع أي تفلتات يعني، لأنه أي شخص بالرغم من القيم قد توجد بعض الحالات النشاذ أو كذا، ولكن القانون اكيد بيكون بالمرصاد يعني. ما في زول يعني بيقدر يتجاوز المسائل. نعم. يمكن من ضمن المهام اللي انتم بتقوموا بها في الاتحاد انه تبادل الثقافات المختلفه السودانيه الصينيه والدمج بيناتهم عشان تطلع نتائج واحد. السبب شنو وراء الدمج ده؟ يعني انتم دايما تنقلوا على ثقافاتنا نحن الصينيه للصين الى السودان والعكس تماما. طبعا المفروض نحن يعني الحاجه المفيده يعني ما تعلمناه من الصين ما يفيد البلد، ما يفيد هذا المجتمع يعني، المجتمع السوداني يعني، شنو ممكن نعكسه لمجتمعنا ويستفيد منه، دي القيمة اللي احنا بنفتش عنها يعني. الاتحاد طبعا الآن هو في بداية يعني نشأته يعني، وحتى ان احنا يعني بننتهز انه الفرصة يعني انه
ندعو كل خريجين الجامعات الصينية دون تمييز يعني خريجي المعاهد والجامعات الصينية إنه يتواصلوا مع الاتحاد وينضموا له ويشاركوا وينخرطوا في عضويته، لأنه إحنا فعلا محتاجين لمثل هذه الكفاءات. ونحن نعلم إحنا عندنا إحصائية، لكن الآن قد يكون هذه الإحصائية تمثل يعني ما يقارب 85%، ولكن في بعض الناس قايبة لسه. ونحن نتمنى إنه أي زول يعني يشارك معنا ويدعمنا بأفكاره ويدعمنا بحاجاته، وبنلقى إنه في ناس عندهم فعلا تخصصات يعني مفيدة جدا جدا، ممكن الناس لو اشتغلت عليها تعمل شغل كويس جدا جدا. الحتة بتاعت إنه نقل التكنولوجيا ذاته، نقل التكنولوجيا ده يمكن من المواضيع المهمة جدا جدا، يعني حتى الصينيين ذاته هم نقلوا التكنولوجيا يعني بشكل أو بآخر. الآن نحن المراد بين تنسيق أو العملية بتاعت إنه كيف يساهم خريجي الجامعات الصينية في نقل التكنولوجيا اللي تعلموها الصينية. وطبعا ده ما بتم لم انه الدولة ذاتها تتيح سبل نقل التكنولوجيا وتفتح آفاق لنقل التكنولوجيا ويعني تعبد الطريق امام المسألة دي. صحيح صحيح، لكن الاتحاد برضه يمكن ان يقوم بدور تنسيقي ويمكن يدعم في هنا وهناك، يعني قد نلقى مثلا يعني من خريجيننا متخصص في مجال معين وفي خريج آخر متخصص في مجال ثاني. لو قدرنا إحنا ربطنا هذه الأشياء مع بعض قد يكون في جاب بيناتهم، يعني إحنا الآن بدينا نتلمس مثل هذه الأشياء. نعم نعم. يعني نلقى زول في يعني في مجال معين وواحد في مجال ثاني وهم في كان جاب بيناتهم. الاتحاد ممكن يقوم مثل هذا الدور التنسيق. نعم. طيب دكتور عبد الدايم، باعتبارك الأمين المالي ودي مال قروش، يعني أنت بتمسك بيكون مسؤول من الداخل والخارج، الممول المشاريع اللي بتتكلم عنها، يعني إحنا في مشاريع كثيرة هي بجيبها شباب أفكار كثيرة، الممول الأساسي للمشاريع اللي أنتوا بتقوموا بعمله، منو الداعم بالنسبة لكم أنتوا كاتحاد؟ طيب نحن طبعا زي ما ذكرت إحنا الآن في بداية الطريق، ولكن نحن بنعتمد على اشتراكات الأعضاء، دي واحدة من الأشياء اللي هنحطها في برنامجنا، وأيضا الهبات التبرعات اللي بتجينا لنا باعتبارنا واحدة من منظمات المجتمع المدني اللي تخدم الأجندة المدنية، يعني فبالتالي قد يكون واحدة من الحاجات هي تبرعات وهبات وأشياء زي دي. نحن برضو نسعى في الاتحاد إلى عمل شراكات يعني مع بعض الجهات، يعني سواء كان شركات، لأنه الآن في إحصائيات عن عدد كبير جدا من الشركات الصينية العاملة في السودان، وأيضا هنالك شركات سودانية في الصين. في الصين. وإذا كان في أي مشاريع ممكن تخدم البلد ممكن تكون من خلال شراكات مثل هذه الشركات، وده بيكون برضو من واحدة من الحاجات اللي تدعم مشاريع الاتحاد. بالمناسبة يعني الوجود الصيني التجاري الاستثماري كان يعني كانت الصين دخلت بثقل كل الاقتصادي في السودان، لكن في السنوات الأخيرة حصل شوية انحسار كده، انسحب عدد من الشركات اللي كانت موجودة هنا في السودان، الشركات الصينية أنا ما عارفة هل وجدت أسواق تانية في دول تانية ولا كان السبب شنو؟ ولا السياسات كانت هو تقريبا يعني التقلبات السياسيه طبعا عندها دور اكيد في كل الحاجات دي يعني، لكن ما زال في بعض الوجود الصيني هنا وممكن برضو يا دكتور الشركات الصينيه الموجوده في السودان والمستثمرين السودانيين يجيفوا معاكم كداعم للنشاطات اللي انتم بتقوموا بها في الاتحاد. صحيح. فنحن برضو ممكن نتواصل مع الجهات اللي ممكن يعني يكون عندها بعض منسوبيننا ونخش معهم في شراكات في إننا نعمل مشاريع، يعني التعليم العالي، الحاجات اللي شركات اللي فيها بعض منسوبيننا يعني. في الآخر نحن الأهداف الأساسية الآن في المرحلة الأولى دي إنه نحن أول حاجة نكون قاعدة بيانات. دي واحدة من الأشياء الآن هدف استراتيجي للدورة دي بالذات، لأنه نحن في الطور بتاع الإنشاء. وبالتالي الخطوة الأولى إننا نجمع معلومات صحيحة ونكون قاعدة بيانات بهؤلاء الخريجين. العدد يمكن هتكلم لكم عنه أخونا، العدد كبير بتاع الخريجين. أنتوا جمعتوا تقريبا قلت لي 85%، صح؟ لا بأس يعني الأسماء يعني. كويس شديد. أيوه. والعدد كبير، وبعدين الآن نحن عندنا يمكن ما يقارب 5000 طالب في الصين. 5000 طالب ديل هم ديل رافض الاتحاد، وأنا من الآن برضو بوجه الدعوة لأنهم لاحقا يعني
ينخرطوا معنا ويفعلوا هذا الاتحاد ويخدموا أهدافه ويضيفوا أهداف جديدة وينقلوا فعلاً التكنولوجيا اللي تعلموها لأنه طيف واحد من طيف واسع من التخصصات الآن موجودة. نحن يعني مثلاً الآن نحن في السودان نتكلم عن الهندسة الطب الزراعة وهكذا ولكن الصينيين مشوا لأبعد من ذلك كثير جداً جداً يعني فعلا. بتجد في الهندسة دي يعني تخصصات كثيرة جداً تخصصات كثيرة جداً دقيقة يعني وبالتالي نحن الناس الحيونة اللي هم 5000 طالب ليه على مدى 5 سنوات لقدام ممكن يكون هم جزء من الاتحاد يعني حتى خريجيننا برضو اللي هم أعضانا بعض خريجين الآن هم في طور بتاع دراسات عليا أو كده موجودين هناك بعض منهم يعني وهم بعد يجوا برضو نحن يعني إذا أكملنا الدور التنسيقي بشكل كويس ممكن ذلك يكونوا زاد للانخراط في المشاريع ممكن ينزم الاتحاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة يعني ونقدر نقدم حاجات في مجالات تخصصية دقيقة يعني نتمنى والله. طيب دكتور كاتحاد عام جامعات ومعاهد في الصين موجودة في السودان كيف بتقدر تتواصلوا وتربطوا العلاقات بين الاتحاد السوداني في الصين الطلبة المشاريع اللي بيقوموا بها انتوا قادرين تتواصلوا معهم عبر مؤتمرات ولا هم بيجوا هنا فالحلقة بتاع التواصل بتكون كيف؟ نحن طبعا زي ما ذكرت لك الآن نحن الآن في مرحلة جمع البيانات ده هو من خلاله نحن هنعرف كيف نتواصل بعد ذلك مع الناس دي طبعا الآن مع الانترنت ومع الإيميل ومع وسائل التواصل الاجتماعي والأشياء دي فمو يعني التواصل ما أظن يكون فيه مشكلة يعني أيوة. الاتحاد يعني هيكون عنده صفحة على الفيس عنده موقع على الإنترنت لكن الآن التارجت بتاعنا إنه الجمع بتاع المعلومات الناس اللي هم عضوية بتاعتنا دي فيهم تنوع كبير من ناحية التوزيع الجغرافي ذاته يعني حتى عندنا إحصائيات وأنا فريد ممكن هيكلمكم اللي هي يعني في ناس داخل السودان حتى داخل السودان ذاته في ناس موزعين في الولايات فديل برضو نحن يعني هم ديل إن شاء الله يكونوا روافد لدينا في الولايات يقدموا تبقى أذرع للاتحاد كمان وإنهم هم بعدين ممكن يشاركوا في مشاريع تخدم ولاياتهم وينسقوا لها والاتحاد يدعمهم في العمل التنسيقي لأنه خاصة نعم الولاية دي محتاجة إنه نقل التقانات والتقنيات الهناية على أرض الواقع باعتبار إحنا مشاريع زراعية كثيرة في الصين هي مهتمة بالجانب الزراعي كثير بقت من الأساسيات بالنسبة لها صحيح وأنا برضو يعني برضو بقدم دعوة للناس اللي خريجي الصين والجامعات المعاهد الصينية الموجودين في الولايات إن يتواصلوا مع الاتحاد وينخرطوا في أعماله بكل صدق وجدية وإخلاص وأهدافه ذاتها يعني الحقيقة مع بعض وكذا يعني عندكم صفحة في الفيس طبعاً صح؟ أكيد في صفحة في الفيس للاتحاد وعنده موقع خاص بهم في موقع حيكون لسه يدشن في الأسبوع طبعاً الاتحاد يعني لسه نعماله في الأسبوع قبل الفات يا دوب وحيكون بعد ذاك اللي هو المرحلة الأولى دي هي نحن أخذت لها يمكن الفترة الأولى مرحلة جمع البيانات المرحلة الثانية مراحل لغنى التقانة كيفية المراحل اللي بعدها الدخول في المشاريع تعلمنا من الصينيين الطريقة البحث يعني العلمي المرتبة اللي يكون عنده أهداف وعنده موتيفيشن وعنده تارجت معين لابد ان احنا يعني لازم نعكس الحاجه دي على حاجه والله نحن بجد نتمنى انه انا ثاني برجع بقول نتمنى بالفعل انه الدوله تفتح لكم افاق وتستفيد منكم وتستغل لكم الاستغلال الامثل والكامل لانه بجد انتم بتمثلوا سواعد خير وسواعد بناء لبناء البلد جدا محتاجه للكفاءات والله والخبرات انا هضيف حاجه يعني الان برضو يعني ارقام موجوده عندنا النشر العلمي والبحث العلمي يمكن هو الزراعة الثالث في اهداف كل الجامعات دي حاجه معروفه يعني التدريس البحث العلمي والخدمة المجتمع دي اهداف الجامعات البحث العلمي الان لو نحن عملنا دراسه ولقينا انه عدد الاوراق العلميه المنشوره من جامعات سودانيه هم خريجين الصين الاغلبيه هي خريجين الصين لانه الان انت عشان تقرا في الصين النشر العلمي بدونه انت ما حتى ما بتتخرج ما بتاخذ اي شهاده وفي مجلات عاليه جدا جدا وهكذا وبالتالي احنا خريجين الصين
هم خريجين مؤهلين معتمدين وعندهم نشر علمي في في دوريات عالمية والموضوع ده يعني موجود يعني في الناس ممكن تنزل. نعم نعم دكتور يعني الحديث معك جميل ودائما بنحب انه طلبتنا نحن بيدرسوا هنا وبيدرسوا برا السودان بينقلوا ثقافاتنا وانتم قادرين انكم انتم تنقلوا الثقافات. بنشكرك كثير على الجلسة الجميلة ولسه يتواصل جسر التواصل بينه وبين الصين. شكرا جزيلا. يديك العافية دكتور نورتنا جدا. الله يسلمك. نحن في غضون اللحظات التالية حنطلع مقطع مصور او فاصل مشاهدينا وبعدها نرجع نتواصل معكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الاتحاد العام لخريجي الجامعات والمؤسسات الصينية وبالتعاون مع جمعية الأساتذة السودانيين تدريس اللغة الصينية يحيون ويحيون منشط احتفالات أعياد الربيع الصينية، وهذه الاحتفالات يأتي في إطار المناشط التفاعلية التي يقيمها الاتحاد العام لخريجي الجامعات والمؤسسات الصينية، وكان من قبل قام بتدشين أعماله، وهذه الاحتفالية تعود إلى 3000 سنة مضت الشعب الصيني يحتفل بعيد الربيع من هذه السانحة. نحن نحيي كل الشعب الصيني ونتمنى لهم سنة صينية سعيدة، ونحيي جميع السودانيين الموجودين في الصين وبالأخص السودانيين المبعوثين، ونتمنى لهم التوفيق والسداد وعودا حميدا إن شاء الله. الاحتفالية بعيد الربيع الصيني كما ذكرنا هي تعود إلى 3000 سنة، ترجع إلى الأسطورة القديمة المتناقلة عبر الأجيال المختلفة للصين. هذه الاحتفالية ترجع في مضمونها إلى قصة قديمة وأسطورة قديمة تعود إلى أكثر من 3000 سنة مضت. تحكي هذه الأسطورة عن إنه هنالك حيوان مفترس وممكن نقول عليه وحش مفترس يسمى هنين، يخرج من أعماق البحار أو من المجهول ويأتي إلى القرى والمدن ويروع الناس ويأكل الحيوانات ويتلف الأذرع الزرع وهكذا. فكان مسير رعب بالنسبة للصينيين. فذات مساء جاء رجل وشيخ كبير إلى قرية صغيرة، هذه القرية كانت تستعد إلى أن تنتقل إلى عالي الجبال هربا من نين هذا الوحش المخيف، ولكن هذا الرجل طلب الماء وطلب الطعام وطلب مكان ليقيم فيه، فتم إطعامه وشرابه، وطلب منه أن يرحل مع القرية إلى أعلى الجبال هربا من نين، لأن هذا النين هذا الوحش يخرج عند نهاية الشتاء وبداية الربيع، في هذا اليوم يعرفه الصينيين جميعا يهربون من هذا الوحش. قام هذا الرجل بطلب من القرية أن يمكس في تلك القرية، وهو قادر على النجاة بنفسه وقادر على هزيمة هذا الوحش. حسب الأسطورة خرجت كل القرية، بقي هذا الرجل العجوز في القرية، ولكن قام بماذا؟ قام بوضع مفرقعات. ومن المعلوم تماما أن الأمة الصينية والشعب الصيني هو الذي أفاء إلى العالم ابتكارات، من ضمن هذه الابتكارات والاختراعات الاختراعات الصينية الأربعة: البوصلة والبارود والورق والطباعة. نعلم الآن حوجتنا للورق، حوجتنا للطباعة، ولكن عندما تم اكتشاف البارود تم تطويره منذ القدم لهذه المفرقعات والألعاب النارية وإلى آخره. قام هذا الرجل العجوز بصنع هذه المفرقعات ووضعها في مكان الذي يأتي فيه هذا الوحش. عندما خرج هذا الوحش سمع هذه المفرقعات فارتعد خوفا، ووجد كثير من الأعلام الحمراء واللون الأحمر والشرائط الحمراء والكرات الحمراء الكبيرة التي وضع هذا العجوز في كل أنحاء القرية. فمن ذلك اليوم هرب الوحش ولم يعد. تناقل هذا الخبر الصينيين من قرية إلى أخرى، مدينة إلى أخرى، ومن جيل إلى آخر، فصار هذا اليوم هو يوم احتفال بعيد الربيع.
ويسمى جوانيين، أي أن هذا الوحش الكاثر الذي أرعب الناس وأخاف الناس وأرهبهم قد مضى دون عودة. فصار من ذلك اليوم يتم الاحتفال بعيد الربيع وهو نهاية الشتاء وبداية الربيع، ويضعون الملصقات الحمراء ويضعون الكرات الحمراء ويضعون الكتابات التي تدعو إلى الحظ السعيد وتدعو إلى التفاؤل بالسنة الصينية الجديدة والألوان الحمراء لطرد الشياطين وطرد الوحوش، وتناقض هذه وأصبحت عادة مستمرة عند الصينيين متناقلة إلى يومنا هذا. متواصلين مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، وام درمان هذا اليوم بيحتفل دائما بالعلاقات اذا كانت مع الصين او اي جاليه من الجاليات المقيمه في السودان والعلاقات الوطيده بين الطرفين. شاهين دلالة من الصباح، الصين الصين، طرحتي بكلمه كلمتين كذا 10 كلمات ما شاء الله تبارك الله، لكن ما بقدر اكتبها. متواصل معكم لسه مشاهدينا الكرام طبعا، وما زلنا في معيه الصين والعلاقات الصينيه السودانيه الازليه والقويه واللي نتمناها انه هي تمتد بإذن الله تعالى. ومعانا داخل الاستوديو ضيف كذلك من الاتحاد العام لمعاهد لخريجي المعاهد والجامعات الصينية، الدكتور فريد التوم. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم والله، وأنا سعيدة اليوم أن أكون في قناة الدرمان، وشاكر جدا على اتاحه هذه الفرصه، ومرحبا بكم. يعني نحن سعيدين بالعافيه، نحن ما زلنا طمعانين ومتعطشين لانه نتعرف على المزيد في شان الاتحاد المتعلق بانه هو يهتم بشان الخريجين من الجامعات والمعاهد الصينيه. وقبل كنا بنتكلم مع دكتور عبد الدايم، تكلم لنا عن الاهداف والعضويه وانتشار العضويه وخلافه. انا حابه معك الحوار بانه شنو الكليات والتخصصات اللي هي أكثر استقطاب وجذب للطلاب السودانيين في الصين؟ يعني طلابنا السودانيين لما يمشوا الصين بيحبوا إنه هم يدرسوا شنو؟ بيختاروا شنو؟ طيب مرحبا بك وسعيد جدا للمرة الثانية. حقيقة خلينا أنا يعني أعرف شوية كده بالاتحاد للمرة الثانية. حقيقة هو أخونا دكتور عبد الدايم تكلم عن الاتحاد وأفاض يعني كويس. فالاتحاد هو جسم خدمي أكاديمي بحثي معني بربط ونقل التكنولوجيا كويس، الافكار والقيم الدراسيه اللي اكتسبوها طلابنا وخريجينا ومبعثينا في الصين. فنحن دارين بقدر الامكان ننقلها تكون جزء من ارضنا في السودان هنا. الكليات الاكثر شيوعا او الكليات الجاذبه للدارس السوداني، الزراعه بتاخذ فيها نسبه كبيره جدا كويس، بعد ذاك الهندسات والزراعه بشقيها طبعا، الزراعة الحيوانية والإنتاج النباتي والحيواني كويس، الهندسات الطب والصيدلة. فنحن وصلنا لمرحلة إنه يعني نغطي معظم مقاطعات الصين، طلابنا السودانيين فبنلقاهم متواجدين في معظم مقاطعات الصين. يعني إذا جينا رسمنا خارطة أو عملنا بوبيوليشن للدارسين بتاعنا في الصين، فهم اكتسبوا الثقافات الموجوده في الصين، واكتسبوا التقانه الحديثه الموجوده في الصين بصوره علميه كويسه جدا، وتحصلوا على درجات علميه متفاوته ومختلفه يعني من الماجستير من البكالوريوس عفوا الى ما بعد الدكتوراه. فالخريج الصيني او الخريج السوداني من الجامعات والمعاهد الصينيه فنحن بنعتبره خريج نوعي، لانه بيحمل درجه علميه كويس، وبيساعد حتى في حل المشاكل الصينيه كويس. فمجرد ما هو يعني امتلك البرنامج بتاعه للدراسه على مستوى البكالوريوس او على مستوى الماجستير او الدكتوراه على سبيل المثال، بيتم طرح مشروع كويس من قبل المشرف، انه المشروع بيكلفه بمهام معينه يعمل على حل حالتها كويس، يقتلها بحثا يطلع بنتائج يتم نشرها عالميا، وبعد ذاك حتى يكون اكتملت الريكويرمنت بتاعته انه يتحصل على الدرجه العلميه المعنيه. يعني مشروع متكامل للطالب. نعم. شاهين انت سالتيه سؤال قبل ما يخش في تفاصيل الاتحاد، كان سالتيه من شو؟
قلت لك انه هي على استقطاب الكليات وكذا، فهو جاوب قال انه الزراعه والهندسات، فانا عاوزه احول السؤال بالعكس، انه هل في كم كافي ومقدر ومرضي من الطلاب الصينيين انهم يدرسوا في السودان؟ هل السودان جاذب كذلك للدارس الصيني؟ هل نحن بنمتاز مثلا ونعلو على الصين في حاجه مثلا اكاديميه؟ افتكر انه ما في ما يمنع انه يكون في تبادل عكسي ما بين الصين والسودان في الدراسه وفي المجال البحثي. السودان يمتلك طبعا نظام وسلم تعليمي ماهر جدا ومتقدم يعني. فانا دار اقول لك انه يعني في 1959 اعترفت السودان، اعترف بانه الصين يكون دوله مستقله. فده بيعني انه نحن النظام الاكاديمي بتاعنا او نظام الدراسي بتاعنا متجذر وضاري في القدم، بس محتاجين لشويه تحديث، لشويه ترتيب، لشويه يعني مراعاه، عشان بعد ذاك نحن نكون جاذبين مش للصين، لحتى الدول الاوروبيه، انه نقدر يعني نتبادل في البحث العلمي والشرف بتاعنا. نعم، يعني هدف الاتحاد من كلامك انت وكلام الدكتور جبيل انه انتم بتختاروا اضعف فئات احنا محتاجين تفعيلها هنا في المجتمع، زي ما ذكرت قبل مشروع الزراعه ونقل التقانات، المشاريع الثانيه في السودان هي المتوفره بكثره، لكن هي محتاجه خبرات من برا انتم بتصقلوها للطالب ده من خلال دراسته في الصين وبيجي يعملها بارض على ارض الواقع، تطبيق على ارض الواقع. حقيقه دي حقيقه فعلا. فانا زي ما قلت لك مسبقا انه المبتعث السوداني بيمشي وهو حامل اقلها درجه بكالوريوس او ماجستير، فبالتالي عنده الخبره الكافيه في انه يقدر يطوع البحث بتاعه ويستفيد منه ويفيد دوله الصين. نعم. لا لا انت ما فهمت كلامي كويس، انكم انتم على حسب ما تحتاجه الدوله تحديدا، انتم بتعرفوا القطاع الضعيف ياتو بتمشوا تفعلوا الطالب من خلال الدراسات برا السودان اذا كانت في الصين، انه يدرس الحاجه دي ويجي يفعل النشاط اللي هو بتحس انه خامل هنا في الفتره. لا نحن كاتحاد ما معنيين بالهدف اللي انت ذكرتيه ده. نعم. نحن الفكره جات من انه لقينا اكثر من 5000 طالب تخرجوا من الصين ابتداء من ثمانينات القرن الماضي. كويس، ال 5000 طالب ديل هم طاقات وافكار وحمل الدرجات. اوكي، فبالتالي نحن حاولنا انه كيف نقدر نستفيد من الطاقات الايجابيه دي بحيث انه تحدث لنا فارق على المستوى مستوى التنميه في السودان او على مستوى نقل التكنولوجيا في السودان. كويس، فانا زي ما قلت لك هم جميعهم مروا بمراحل علميه، بمراحل بحثيه ممتازه جدا، فبالتالي نحن عشان نقدر نستفيد من الطاقات الايجابيه لل 5000 طالب جات فكره انه يتكون جسم واحد يحوي كل العدديه دي. كويس، والان العدديه هي موجوده في السودان في بشكل نوعي زي ما ذكر اخونا دكتور عبد الدايم، بنجدهم على مستوى الجامعات السودانيه، بنجدهم على مستوى الوزارات الحكوميه، بنجدهم حتى على مستوى البزنس الخاص. يعني بيتم استيعابهم بطريقه لا باس بها صح؟ اكيد طبعا، يعني أكيد. الدوله بتستوعبهم بشكل كويس. احنا ممكن نقول هم اكثر من 70% منهم بيتم ابتعاثهم وهم اصلا بيكون عندهم وظيفه في السودان، بيبتعثوا من التعليم العالي او من وزارات الدوله المختلفه. كويس، او بيمشوا بالطريقه الخاصه. الانسان اللي بيمشي بطريقته الخاصه بيتحصل على منحه بطريق برايفت، بعد ذاك بيجي راجع بيمارس البزنس بتاعه، او هو زاد بينخرط في الدوله عشان ما يكون جزء من الاسهامات بتاعت الدوله. اجمالا كده لو نظرنا، لو حاولنا انه نحكم على الطالب السوداني الدارس في الصين وانس انه هو تخرج، هل بتكون عنده الرغبه، وجاوبني بشفافيه وصراحه، هل بتكون عنده الرغبه فعلا انه هو يرجع السودان؟ طيب ما هو في الاول وفي الاخر اي نعم الزول عايز يبني بلده، لكن كمان العائد المادي لابد يكون مجزي، لانه انا درست يعني ما تحصلت على شهادتي دي بسائل، فهل هو بيكون راغب فعلا انه هو يرجع السودان وعارف انه السودان يعني السالري شكلها عامل كيف، ولا بفضل انه يمشي دول ثانيه؟ نعم محرض على الهواء حقيقه. يعني النقطه اللي انت ذكرتها دي واحده من اكبر المشاكل اللي بتواجهنا كمبتعثين. كويس، بنطلع من بيئه يعني انا البيئه احترمها جدا، البيئه الاكاديميه الموجوده والبيئه البحثيه، بنمشي لبيئه مختلفه تماما، غايه في التطور. تمام، بيكون عندنا عائد مادي محترم جدا. كويس، لكن مع ذلك في كونتراكت بيربطني مع الجهه اللي انا ابتعثتني هنا في السودان. ايوه، لما توافق على انه انا ابتعث وامشي احصل درجه علميه في دوله الصين، كويس، بيكون في عقد بيني وبينه بيتطلب انه انا ايوه ارجع اشتغل افيد احكس الفكره اللي انا اكتسبتها في الدوله الثانيه. فبالتالي يعني نحن عايزين نساعد او ننعش البيئه دي او نخليها جاذبه الى حد ما في تطوير اهداف الاتحاد ان شاء الله. طيب ده بالنسبه للناس اللي اصلا اوريدي في بينهم وبين دولتهم كونتراكت، لكن لو انا سافرت برايفت
هل انا بكون راغب انه فعلا انا اجي اشتغل واستثمر المال؟ والله اذا افتكري بتعتمد على الحصه الوطني بتاعك انت الحصه الوطني. لا لا كلمني بعيدا عن الحصه الوطني واقعيا كده وبصراحه. من 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 صلاحياته بتكلم عن الاتحاد الطلب على ضمانتي يا شيخ. لا بعدين بتعتمد على حسك على حسك الوطني، لكن ماديا طبعا اكيد يعني هناك بتلقى جو افضل صحيا، بتلقى جو ملائم اكثر، يعني بتلقى بيئه يعني جاذبه بصوره كبيره جدا. طيب دكتور نتكلم عن ان شاء الله نعمل انه نكون تكون نفس البيئه موجوده في السودان. طيب نتكلم عن تغيير دورة الاتحاد. هو الاتحاد بيكون ماشي على نسق واحد طيلة السنوات الفاتت، ولا بتتغير الدورة من فترة لفترة؟ أكيد هو الاتحاد يخضع لقانون المنظمات. كويس. عندنا دورة كل سنتين تتجدد، بينعقد جمعية عمومية، يتم انتخاب أعضاء جدد ومكتب تنفيذي جديد. وكيف بيتم العضوية أو استقطاب الطلبة الجدد أو العضوية الانضمام لعضوية الاتحاد؟ طيب بيتم كيف؟ طيب نحن عندنا مكتب إعلامي عمل على إعداد منصة، عندنا مواقعنا موجودة على مستوى الوسائط الإعلامية، كويس، موجود في الفيسبوك، الاسم بتاعنا كاتحاد، بننشر رابط للانضمام للعضوية، عندنا في الواتساب جروبات أيضا بنعمل على نشر الرابط بتاع جروب بتاع الواتساب بتاعنا، وكذلك في تويتر لدينا برضه بعض الرابط. العضوية مفتوحة ولا للدارسين في الصين؟ لا فقط للخريجي الجامعات والمعاهد الصينية. فقط. بتسهموا في انه انتم تكونوا يعني جسر تواصل انه طلبه سودانيين دارسين سودانيين يمشوا يدرسوا في الصين؟ هل في علاقات هناك بتقدر تسهل لهم القصه دي برايفتلي طبعا للناس اللي هم؟ اكيد اكيد، واحده من اهم اهدافنا انه نحن نعمل على اقامه منصه تربط التواصل ما بين الصين والسودان. ونقدر نفحص على الفعاليات الموجوده في الصين كويس، من ورش تدريبيه، منح كذلك، ويعني كل الحاجات اللي ممكن تساعد او ترفع من مقدرات الخريج السوداني، خريج الجامعات والمعاهد الصينيه في السودان. نحن نعمل على ايجادها بعلاقاتنا هناك في الصين ونرفعها في المنصه اللي انا ذكرتها لك، وبعد ذلك بتكون سهله في متناول المتلقي. طيب متواصلين معك نحن لسه، ولسه عندنا كم سؤال كده وكم محور حنتكلم فيهم، بس نازك حنطلع مشاركه قصيره، فيديو مصور لمشاركه من بحري، وبعدها نرجع نواصل مع الدكتور فريد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية التجلة للأصدقاء والأحباب أينما كانوا وأينما حلوا بمناسبة أعياد الربيع والسنة الصينية الجديدة، سنة الثور. نتقدم بأسماء آيات الشكر و العرفان للأسرة الصينية أينما كانت وأينما حلت، ونتمنى لهم عاما سعيدا وسنة طيبة تتحقق فيها جميع الأمنيات. باسم الجالية السودانية بمدينة يانجو بالصين نتقدم بأسماء آيات الشكر والتقدير والامتنان جامعة يانجو ولمركز الدراسات السودانية ولقسم اللغة العربية بالجامعة، ونتمنى أن تتواصل ويتواصل ويمتد التعاون بين الأسرتين السودانية والصينية في جميع المجالات العلمية والبحثية والاقتصادية والتجارية وفي كل مناحي الحياة. السانحة ربما لا تسمح بأن نتحدث عن تاريخ العلاقات السودانية الصينية، تاريخ طويل ممتد، ليس هو الحجر يلقى في الماء، وإنما هو شجرة لها أصل لها جذور كما يقول الأديب العالمي الطيب صالح. نحن في الجالية السودانية باسم طلاب المبتعثين، باسم الأساتذة، باسم الأساتذة في جامعة يانجو، باسم الأسر السودانية الموجودة في الصين، نتقدم مرة أخرى بالشكر الجزيل وبالخالص الامتنان للأصدقاء الصينيين لما ظلوا يقدمونه لنا من جميل التعامل وحسن المعشر. لا نملك إلا أن نقول لهم شكرا جزيلا وشنيا كوايلا. We'll be right back.
يا اهلا وسهلا ومرحبا من جديد مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم وما زالت جوالنا المسائي مستمر، والمشاركه اللي كانت معنا قبل شويه هي للاستاذ عمر السناري وهو استاذ اللغه العربيه بجامعه يانجو ورئيس الجاليه السودانيه هناك كذلك، فكل التحايا والتقدير له ولمشاركته الجميله معنا. وما زال حوارنا مستمر يا نازك، وما زلنا نتحدث عن دور الاتحاد الخاص بخريجي جامعات والمعاهد الصينيه والادوار اللي ممكن يقدمها، وقدر شنو انه هو ممكن يكون حلقه وصل وربط ما بين الدارسين السودانيين في الصين والدارسين الصينيين كذلك في السودان. ومع دكتور فريد كنا بنتكلم عن ادوار وأهداف الاتحاد، وفي اللحظات التالية حنتكلم كذلك عن المشاريع المستقبلية. الاتحاد أنشئ 2019، فعاوزين نعرف الخطة والنهج اللي ساير به الاتحاد، وشنو أول مشروع أنتوا حتقوموا به، وهل لقيتوا مساعدات من الجهات المعنية في السودان؟ في مشروع فعليا أنتوا قدمتوه وطرح على أرض الواقع ونفذ كمان؟ حقيقة زي ما ذكر أخونا الأستاذ الدكتور عبد الدايم انه الاتحاد هو الان وليد، يعني الى الان نحن ما خاطبنا اي جهه رسميه باقامه اي مشروع، لكن مشاريعنا المستقبليه متعدده ومتنوعه، وزي ما ذكرت سابقا انه العملاق الصيني الان هو وجهه انظار كل دول العالم كويس، فنحن دارين كيف نقدر نستفيد من هذا العملاق. تمام، عندنا هنا في السودان اكثر من 140 شركه صينيه تعمل على راس مال اكثر من 13 مليار. كويس، راس مال العامل ل 140 شركه صينيه في السودان اجمالي 13 مليار دولار. كويس، مشاريعنا المستقبليه واحده من المشاريع اللي هي البرنامج الان المقام هي عكس الثقافات الصينيه والاحتفال بعياد الربيع. كويس، عياد الربيع يعني ما تقدر تتخيلي حجم التجاره اللي بتتم، حجم الحركه اللي بتتم داخل الصين. فقدرت في العيد السابق انه حركه المواصلات والتنقل داخل الصين في مختلف الوسائل من قطارات وعربات وبصات وطائرات حركه تصل الى 3 مليار راكب داخل الصين من بينها. تمام، فنحن دارين ننقل شكل الثقافه وشكل الحاجات اللي بتتم في عياد الربيع، وواحده من برامجنا اللي هي كانت اقامه او تنوير الشعب السوداني بالحاجات اللي بتتم في عياد الربيع. الهدف الثاني مباشره اللي هو عندنا جسم معني بتحرير المقالات وكتابه البحوث العلميه. بننشد انه نحن نقيم لنا كتيب او نعد لنا كتيب فيه زي 8 محاور، يغطي 8 محاور علميه. كويس، على سبيل المثال المحور الزراعي، عملنا بروتوكول لتغطيه المحور الزراعي بحيث انه يغطي كل ما تم في السابق من تعاملات في الزراعه ما بين الصين والسودان. والمعدين للورقه بتاعت الزراعه لازم يعني يورونا رايهم هم في كيفيه تطوير هذه الفكره. كويس، وخلال اعداد هذه الورقه بيقدروا يكونوا لنا قاعده بتاعت معلومات تكون جاذبه للمستثمر الصيني او المهتم بشان السودان. فبالتالي بعد ذلك بنكون ارتكزنا على بيانات حقيقيه كويس للاستثمار الزراعي او للمعاملات الرسميه وغير الرسميه في الزراعه ما بين الصين والسودان. وكذلك البروتوكول ده معمم على اكثر من 8 محاور. عندنا في الطب نفس المحور، حتتم دراسه المعاملات السابقه للطب ما بين الصين والسودان وما تم انجازه، التحديات اللي واجهت العلاقات الطبيه ما بين الصين والسودان، وكذلك فكره تطوير العلاقه الطب ما بين الصين والسودان. نعم. فباكتمال هذا الكتيب نحن ممكن نقدر انه نقول عملنا قاعده بتاعت بيانات تسهل على المستثمر معرفه الجزء اللي ممكن هو يبدا ينطلق منه. جميل. وزي ما ذكرنا انه الاستثمارات العملاقه الصينيه داخل الصين تعد هي الاكبر، يعني اكبر دوله مستثمره في السودان هي دوله الصين. فلذلك نحن مهتمين باعداد كتيب يغطي 8 محاور زي ما ذكرت لك، انه فيها الزراعه، فيها الطب، الصيدله، محور يغطي لنا العلاقات السياسيه ما بين الصين والسودان، وكذلك يغطي لنا العلاقات العسكريه اللي تمت ما بين الصين والسودان، محور يهتم بالجانب الثقافي، والكتيب ده ان شاء الله حيرى النور ان شاء الله في القريب العاجل. نعم، قبل دكتور عبد الدايم قال انه من خلال الاتحاد انتم كذلك بتحاولوا انه تنشروا المهارات
والقيم اللي هي موجودة عند الشعب الصيني باعتباره أنه شعب منظم جدا وشعب بيرفض العشوائية تماما وقيم كثيرة. قال أنه القيم دي ما لأنه في عقوبات رادعة بس، ولكن لأنه هي يعني الأطفال تشربوها في المدارس. فسؤالي هل الاتحاد ممكن يكون عنده دور أنه مثلا الثقافة الصينية والقيم الصينية واللغة الصينية طبعا تكون موجودة في كتاب، يعني يكون في منهج مثلا وكتاب للغة الصينية وبيشرح القيم والقصص والحاجات دي في المدارس عشان من خلاله إنه الناس تقدر تتشرب القيم دي، أطفالنا ينشأوا على قصة احترام المبادئ والقيم النبيلة والمثل والخلاف. نعم، هل ممكن الاتحاد مثلا يعني نفس الكتب اللي هم بياخدوها كنهج ومنهج بالنسبة لهم عشان ما نصعب الموضوع إنها تترجم باللغة العربية والحكم بتاعته؟ نعم فعلا اتفق معك تماما انه اللغه الصينيه واللغه العربيه هي واحده من الروابط بين الشعبين، بين الشعب الصيني والشعب السوداني، ونحن مهتمين بنشر الثقافتين ديل لدراسه اللغه العربيه واللهجه السودانيه في الصين، وكذلك نقل دراسه اللغه الصينيه للسودانيين. ففي اهتمام كبير جدا، والمحطه اللي ذكرها اخونا دكتور محمد حسن مدير قسم اللغه الصينيه بجامعه الخرطوم سابقا انه هو الان يعمل على تفعيل هذا النشاط تحديدا على تدريس اللغه الصينيه، تعلم اللغه الصينيه كويس في داخل السودان. نعم، فنحن مهتمين بنقل ان شاء الله وتعلم اللغه الصينيه. بنتمنى ذلك، يعني معرفه التعليم زي ما ذكرت قبل عند الكبر انه زول يختار لغه ثانيه عشان تساعده في الحياه، يعني لو سافروا الطلبه ديل برا يكونوا مهيئين من هنا انهم يتكلموا لغه صينيه، حتى لو ما بيجيدوها يكون عندهم خبره او خلفيه عن اللغه الصينيه باعتبارها انها هي منفذ لطلبه كثيرين هم من الجامعات بيمشوا يقروا في جامعه صينيه، ودي تكون بدايه للطلبه الثانيين او دافع بالنسبه لهم يمشوا يدرسوا اللغه الصينيه وثقافه اللغه الصينيه. تمام. نعم. في سؤال سابق برضه كان للاستاذه انه هل نحن بامكاننا نقل الفطره الصينيه او الفكر الصيني للسودان؟ نحن ما يتماشى معنا ان شاء الله ما عندنا مشكله، نعمل على نقله ونوطنه ان شاء الله عبر جسمنا الاتحاد. حقيقه بنجد في الصيني الحس الوظيفي والحس الوطني العالي، دي واحده من الحاجات اللي انا ما اقدر اقول نحن مفتقدينها الى حد ما، لكن محتاجين لتفعيلها كويس، محتاجين نفعل الحس الوظيفي والحس الوطني في نفس الان في نفس الزمن عشان ما نقدر يعني نعبر بسوداننا. وسابقا برضو ذكرت انه العلاقات ما بين الصين والسودان هي علاقه متجذره ضاربه في القدم، يعني تعود للعام 1959 كويس، فاتسمت بالصيغه المتبادله والتنوع المتبادل ما بين الصين والسودان. فنحن عشان نقدر ننقل تكنولوجيا العملاق الصيني اللي ظهر الان لكل العالم ده كويس، عندنا جسم لنقل البحوث العلميه، لنقل التقانات، لتوطين التكنولوجيا بما تيسر باعتبار انه نحن جسم طوعي ما جسم رئيسي، لكن نعمل على توفير البيئه دي وعلى تهيئتها باذن الله. بنتمنى ذلك. مسؤوليه كبيره جدا والله يا دكتور ملقاه على عاتقكم، ونتمنى انه ما تبقوا بس جسم طوعي، انه تكونوا برضه تبقوا انتم ذاتكم عملاق داخل السودان، اتحاد عملاق داخل السودان ينقل كل التقانات والتكنولوجيا الصينيه ويكون جسر تواصل حقيقي ما بين الصين والسودان والسودان والصين. فشكرا جزيلا لكم، ونترك لك المساحه لو في كلمه اخيره. الكلمه الاخيره يعني نحن لاحظنا في عضويتنا الان المنتسبه الحقيقيه والمسجله في الاتحاد نسبه الذكور تغطي فيها اكثر من 90%، وعندنا تواجد ضعيف للمراه على الرغم انه الخريجات او الدارسات في الجامعات والمعاهد الصينيه كثيرات كثرت جدا، ونحن بنقدم لهم دعوه انه ينضموا للاتحاد ويملوا فورم العضويه عبر وسائل التواصل المرفوعه لدينا على الفيسبوك وعلى الواتساب، ومرحب بهم فايزة. والله بنتمنى من 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 المنصة بتاعت قناة أم درمان إنه المرأة جاء الوقت من بعد الثورة ظهر حقيقة المرأة إنها هي قادرة تتحدى آدم في كل التخصصات، فلا مالنا تطلع برا السودان تدرس برا السودان، دي طفرة كمان. زمان إحنا أهلنا ما بخلونا من مدن إلى الخرطوم أو الولايات القريبة، لما تدرس تخصص ثاني مختلف في جامعة مختلفة فهي ما درسته بينفرع، تدرس عشان تطبقه على أرض الواقع. دي كمان رسالة لحواء السودانية يا شاهين، ده وهو لو ناس دارين شو نحن ممكن الاثنين متطوعين. مرحبا بكم. وعندنا عندنا دارسات وحاملات للدرجات العلميه من الصين،
فما قدرنا نحن وصلنا لهم فكرة إنه الاتحاد قام أو ما قدروا هم يتوصلوا على فورم العضوية. فنحن حنطرح فورم العضوية لهم بصورة كبيرة جدا على كل الوسائل اللي ممكن تمكنهم من إنه يتحصلوا لها. المشكلة اللغة يا دكتور فريد. يعني لو زول عاوز يمشي يدرس في الصين لازم أنا أكون ملمة بكم في المية من اللغة ولا ما لازم كفاية اللغة الإنجليزية؟ إذا عايزة تدرس أي تخصص آخر بتستصعب عليك المهمة. إذا عايزة تدرس غير اللغة الصينية وعايزة تدرس باللغة الصينية يعني أكثر من 4000 أو تتحصل على شهادة HSK Level 3 بعد ذلك ممكن تقدري تدرسي بغير اللغة الصينية. لكن إذا عايزة تتعلم اللغة الصينية ما أظن بالضرورة أنك تمشي للصين. فموجود في الجامعات السودانية أقسام للغة الصينية وسهل جدا أنك تدرسيها تتعلمي بعد ذلك ممكن تتعلمي. شكرا. عندي حاجة أخيرة لو سمحتي. المبعوثين الآن الموجودين في الصين هم عددهم يفوق 3000 ده على حسب ما ذكرت آخر إحصائية للسفارة الصينية في السودان. فلديهم بعض المشاكل وهم الآن سفرة لنشر الثقافة والوعي السوداني كويس. فأنا عايز أبعث لهم تحية ورسالة من هنا ودار أقول لهم إنه الاتحاد وراكم من خلفكم إن شاء الله ويقدر يعني يجيب فرا مشاكلكم. نعم ونحن كمان كمنصات إعلامية وراهن أي جديد عندكم في الاتحاد فمنصة قناتهم درمان هي مفتوحة لكل النشاطات المقدمة والأوراق اللي أنتم حابين تقدموها ممكن تقدموها عبر منصة قناتهم درمان. شكرا دكتور فريد التوم الأمين العام للاتحاد الخريجي الجامعات والمعاهد بالصين. شكرا جزيلا. شكرا. كتر خيرك كتير شرفتنا جدا ونورتنا. مشاهدي الكرام بكده تقريبا يا نازك نحن وصلنا لختام حلقة اليوم. حلقة كانت جميلة جدا ثرية جدا تعرفنا عن قرب على شوية من الثقافة الصينية بعيون سودانية طبعا وافتتحناها والبداية كانت مع الباشمهندس آمنة هي صينية مقيمة في السودان من 28 سنة فبقت صينية تقريبا بقت سودانية حفوا أمينة أمينة أيوة. فشكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على كرم متابعتكم وعلى سماحكم لنا انه نطل على حضراتكم عبر شاشه قناتهم درمان وتحيه مسائيه عطيره بنقدمها لكم ونازك. شكرا شاهندة على الجلسه المسائيه الجميله بنتمنى نتلاقي انا وانت في سور الصين العظيم ان شاء الله ننقل الثقافه السودانيه عبر الصين رحله الى الصين. بندعو كمان مشاهدينا في كل مكان انه نهتموا بالعلاقات اذا كانت صينيه اذا كانت هنديه علاقات بتخلينا نحن كسودانيين نستثمر الجهود الموجوده والطاقات الموجوده بطرق اخرى وسبل اخرى لرفع المستوى واقتصاد السودان في امان الله.